غدا 19 مليون طالب وطالبة مصرية في التعليم الأساسي داخلين المدارس، و2 مليون بالتعليم الجامعي داخلين الجامعة. بكرة يوم زحمة جدا، فأي حد نازل رايح الشغل، والناس طبعا نازله رايحه الشغل، ده اول يوم شغل برضو بعد اجازه العيد، فخلي بالكم ان الشوارع هتبقى يعني زي ما بيقولوا معجنه، يعني عشان نبقى عارفين. مدارس نازله، مدارس يعني كل مدارس هتكون فاتحه، المدارس العربي والاجنبي وكل انواع المدارس هتكون شغاله، الجامعه هتكون هتبتدي، والشغل ايضا الناس اللي رايحه عماله بعد اجازه العيد. يعني بكره يوم زحام شديد جدا، نتمنى بقى ان كل المرور يكون على اهبه الاستعداد. معي على الهاتف الدكتور توفيق نور الدين، مستشار رئيس جامعه الازهر. دكتور مساء الخير يا فندم، كل سنه وانت طيب. دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اخبار جامعه الازهر ايه؟ هل هي من الجامعات اللي بكره هتفتح ابوابها ولا لسه متاخره شويه؟ لا يا فندم، قرار مجلس الجامعه موعد بدء الدراسه 3 اكتوبر باذن الله. اخبار والمدينه الجامعيه اخبارها ايه يا دكتور؟ المدينه الجامعيه بالنسبه للطالبات ان شاء الله هتفتح قبل الطلبه، لان الطلبه احنا بنكمل اعمال الصيانه فيها وبنعمل بوابات جديده، يعني في شويه اعمال صيانه قد تستغرق شهر الى شهرين كده باذن الله، لكن بنقبل اوراق الطلاب من بدء العام الدراسي. باذن الله. السنه اللي فاتت المدينه الجامعيه تقريبا ما فتحتش او فتحت اشهر قليله. لا، فتحت للبنات من منتصف العام الثاني، لكن البنين ما كانتش فتحت لان كان حجم التخريب فيها كان عالي جدا. صحيح. وعايزه صيانات عاليه جدا. فالسنه دي هتفتح اولا إن شاء الله للبنات؟ هنفتح، بس هنفتح البنات برضو الاول، يعني في اول عام الدراسي ان شاء الله. بالنسبه للبنين قد يتاخر شهر الى شهرين، يعني لان في برضه كشف طبي، بنعمل كشف طبي للطلاب. بنعمل عرض على الامن، يعني بناخد احتياطاتنا بحيث ان المدينه الجامعيه تكون نموذج لمدينه جامعيه جيده. هتامنوا الجامعه ازاي يا دكتور واحنا شفنا المظاهرات والعنف العام الماضي؟ يعني هو العام الماضي كانت جامعه الازهر الحمد لله لحد كبير ارحم من العام اللي قبليه طبعا بكتير بكتير حضرتك طبعا. كل مصر لاحظت كده. احنا السنه دي برضه متفقين مع شركه امن، وطورنا الجهاز الامني داخل الجامعه اللي هو الامن الاداري، وعاملين الاتفاقيه مع شركه الامن باجهزه احدث كمان عشان ما نعملش مثلا باك فلو لما السيارات بتقف قدام باب الجامعه، طريقه دخول الطلاب تبقى ايسر، كروت ممغنطه للطلاب، عاملين حزمه من الاجراءات الحقيقه هتيسر بالنسبه للطلاب وتيسر للامن بالنسبه للجامعه باذن الله. وبنتعاون طبعا مع وزاره الداخليه في بعض الانشطه يعني. نتمنى التوفيق لكل الطلبة. بشكرك دكتور توفيق نور الدين، مستشار رئيس جامعة الأزهر.